طب قولي لي بقى، وانت في المراهقه اكيد طبعا كان في سيل من المزز، سيل من الجوابات، سيل من المعجبين، كنت بتعملي ايه؟ يعني بصي يا شيخ، هو انا كان ليا مغامره واحده بس، وعشان تعرفي الذوق من وانا صغيره يعني. انا الولد اللي اول ولد وعجبت بيه في حياتي وانا صغيره كان اتعرفت عليه بسبب ان هو بيتفصل من المدرسه. يا حبيبي ماشي، عامل ثلاث مصايب ومتشرد، وعامل ثلاث خناقات، وعامل بصي عامل مصايب، بس هو ده اللي عجبني. هو ما هو كيوت، مش هتاخد كيوت بقى، عايزين حاجه بقى كده شرسه، يعني تحسي ان اللبط ده واخدني من وانا صغيره. طبعا. طب العلاقه بقى بدات ازاي؟ كانوا بصي بقى الالتزام، بصي انا مخليني كانوا بيسموها عندنا في المدرسة رائد الفصل. ايوه انا كنت الرائد. حلو. وانت سياده اللواء. فهي بعتاني بالجواب بتاع الفصل بتاعه علشان اوديه للنظره، وعلشان النظره تمضي عليه ان هو يتبعت لاهل. هم بعتوني بالجواب، فانت طبعا ما هنش عليك. ما رجعتش بالجواب، رجعت بالولد معايا. يا ولا يعني قعدت اتعرف عليه، قلت له استنى نقعد على السلم. والله وانت عملت كده ليه؟ كلام خد بعضه. اعترف بقى على طول، وبعدين رحت اديتي له الجواب في جيبه واتفصل. اتفصل؟ هو اتفصل. ده انا افتكرتك ما هنش عليك تودي الجواب للنظر. لا اتفصل بس مش قصه يعني، يعني قصه ما كملتش بقى. قبله بره المدرسه هو بقى مش برضه يعني رديتي باب رغم انه بقى صايع وما عندوش مستقبل في التعليم. انا بحب المتشردين. وبعدين بس امتى انتهت العلاقه يعني، او ايه اللي خلاها؟ انتهت لما اتنقل. اكيد لما ربنا هداه بقى ورجع المدرسه، اتنقل لمدرسه ثانيه، وبعدها سافر بره مصر. بس. طب اسمه ايه؟ يعني ما علينا ليه الفضايح. لا اسمه ايه؟ نعمل له باي باي كده. اسمه حسين. ياه يا حسين، يا ترى انت فين يا حسين؟ انت فين يا مش تيجي؟ ما تبقى تيجي بقى يا حسين. طب نديك بوسه كبيره يا حسين، ويا ريت ترجع لنا بقى بسرعه، يعني مش توحشنا قوي بجد. طيب الحب بقى كان ده حسين، دلوقتي بقى في مين؟ في سلامتك دلوقتي. في سلامتك. لا بجد. يا ماما فيش يا حبيبتي دلوقتي. ليه؟ في سلامتك. ما نقول ايه، الظروف بقى يعني. بني ادم لما بيكبر بيعرف الواقع الاليم، فبيبتدي يتعامل على اساس ده. طب ايه المشكله الكبيره اللي انت يعني حاطه ايدك عليها وبتواجهيها في موضوع الحب وان تدخلي في علاقه وارتباط وكده؟ اصل يعني انت قمر. بتقولي ايه المشكله؟ يعني عايزه مشاكل. طب ايه المشاكل؟ يعني لا حد بالحلاوه دي، ايه اللي تعبه في دماغك؟ بصي هي الملخص بتاعها ان انا عندي مشكله، انا مش عارفه، انا ما اقدرش ارتبط بحد بالعقل. لازم ابقى لازم بالقلب، وانا ما بحبش بسهوله. يعني هي ما بتحصليش اصلا غير كل 17 سنه مره. وبتبوظ الحقيقه. فعلى حاطه ايدك بقى زي ما احنا قاعدين دلوقتي. طب قولي لي يعني لو قلنا كده مثلا في الخمس سنين الاخرانيين، كم تجربه مشيتي فيها ورا احساسك ولبسي في شجره؟ خمس سنين؟ مره واحده. ما هو بصي انا بقول لك يعني كل ما هي بتحصل لي كل كتير. كل كتير. وده يعني ده الغلس يعني، ده ال. طب ودلوقتي مفيش احساس؟ لا مفيش. بعيد عني. طب مفيش عقل؟ مفيش ولا عقل. يعني العقل مش بيشاور على حد يقول خلاص نمشي الدنيا؟ مش قادره. مش قادره يعني في بس انت مش قادره. ما طبيعي. لا بقول لك ايه، مفيش بنت في مصر ما بيجيلهاش او ما بتقابلش ناس بالعقل كويسين وينفعوا كل حاجه كل يوم، بس هي تقدر يعني. هو ده كان فكرة مسلسل وعد. فكرة مسلسل وعد، مش فكرة انه واحد مشغول في حياته وعشان هو مشغول في حياته فهي مش عايزة راحت لحد تاني. لا مسلسل وعد ده كان فيه حتة يعني مش كل الناس خدت بالها منها، شرح وعد دي اتجوزت ازاي. وعد دي اتجوزت علشان هي من هي ما كانتش تعرف. ما هي دي حاجة الواحد ما بيكتشفهاش غير لو مر بيها. عشان كده هو مسلسل وعد ده كله عبارة عن جرس انذار كده للبنات. أنا اللي قصدي أقوله من المسلسل ده كله، ما يجيلكيش توقيت من كتر ما مريتي بتجارب فشلت غلط تقومي قايلة لا 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 خلص. أنا خلاص أنا مش هاخد واحد عن حب بعد كده، أنا أول واحد يبقى زوج مثالي وكويس هيجيلي هاخده، أنا هتجوز بالعقل. لا مسلسل الوعد ده بقى بيقول لها لا يا ماما،
مش كل واحده تعرف تتجوز بالعقل، في نوعيه ممكن تتجوز بالعقل وفعلا تحب الانسان اللي اتجوزته بالعقل مع العشره وتاخد عليه وتحبه، وفي نوعيه تانية ابدا لو فضلتي عايشه معاه سنين وبقت عشرة سنين صح. هتلاقي نفسك انت مش حاساه، فهتلاقي نفسك مشاعرك راحت لحد فين، دماغها منونه بقى في حته تانية، ترضي على نفسك ان في حاجه ناقصه بالظبط هي صح. بقى فكنت بفرجها كده، لو عملتي كده ممكن يحصل لك ايه. طب بس انت بقى الفانز بتاعك قلب الدنيا وزعلانين قوي عايزين يعرفوا انت ليه مش هتعملوا مسلسل السنه دي. هقول لك، الوقت سرقنا، فجيت في توقيت بعد ما خلاص استقرينا وتمام وكل حاجه، ببص انا والمخرج لقيت المخرج بيقول لي مي المسلسل ده ما يلحقش، ما ينفعش يتكروت او يجري او في يعني عشان نشرحها بطريقه بسيطه كده للناس عشان تفهم، في نوع مسلسلات مهما تدخل متاخر تلحق. ليه؟ لان هو طريقه تصويره مش في مش يعني في لوكيشنين مثلا او ديكورين كبار اساسيين ويا دوب كام حاجه كده صغيرين تانيين، في نوع لوكيشن بيقولوا عليه مسلسل بيقولوا عليه اللوكيشنز بتاعته متنطوره. اللوكيشنز بتاعته متنطوره ده يعني انت هتصوري هنا وهنا 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 وفي اسكندريه وفي كذا وفي كذا، ده بيسحب وقت طويل. ده ما يلحقش يتلم بقى لو انت داخله متاخر، ده لازم عشان تعمليه يبقى واخد وقته وزياده. طب قولي لي مين احسن ممثله ست انت شايفاها من وجهه نظرك في اخر خمس سنين؟ بصي انا مش فكره احسن ممثله، بس فكره انا بحب اتفرج على مين اللي تمثيلها بيخطفني وانا بتفرج عليها. غاده عبد الرازق تمثيلها ما فيهوش هزار. طبعا تحيه كبيره للنجمه غادة عبد الرازق. طب انت برضو خدتي السنه اللي فاتت اشيك ممثله في مصر. لا الحمد لله. انت بقى قبل دول هنشوف هنشوف قبل الفرده وفرده. طب انت بقى من وجهه نظرك شايفه مين اشيك ممثله في مصر؟ غيري يعني مش لازم انا. يعني زينه قمر وعسل زينه، وتحيه كبيره ليها طبعا. الاكل يعني هو الجسم ده يتقال انه ما بياكلش حاجه. لا ليه؟ فبياكل بياكل ايه؟ لا بصي ده بيفرق الاخضر واليابس ده بيفرق. عارفه الحقيقه يعني لا انا قولي ما باكلش ايه؟ انا ما فيش حاجه ما باكلهاش يا شيماء الحقيقه يعني. طب ايه اكتر حاجه بتحبي تاكليها؟ في ايه؟ يعني ما انا في كل حاجه ليا حاجه، يعني في الخضار مثلا بحب الملوخيه وبحب المسقعه وبحب، انا ما فيش حاجه ما باكلهاش يا شيماء خالص، دايسه في اي حاجه. والحاجات اللي البنات ما بتحبهاش باكلها اللي هي الكرشه و كل حاجه يا شيماء. فسيخ كله يا شيماء. بتاكلي فسيخ؟ مفيش قرف، مفيش بصي مفيش اي حاجه اللي هو البعيده ما بتقولش لا. لا يا جماعه دي دايسه في اي حاجه يا جماعه، ايه القمر ده؟ يعني بس والله ده نوع جديد، يعني المفروض ان الواحد يجي تقول انا الحقيقه بقرف قوي وما باكلش الحاجات دي خالص وعشان كده الحمد لله بشرتي نضرة. انت عادي؟ لا دي مفيش بشرتي نضرة، مفيش الكلام خالص. لا 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 طب والبنات دي، في بنات بتتقرف من اللحمه الضاني. اقوم انا قايله لها هاتي حبيبتي انا مش عارفه ايه عادي كده، وبعدين ابتدي اخد بالي اوكي في ولاد اعلى قطعه قطعه. هنطلع فاصل لحد ما اقنع مي باخر العنقود وارجع لكم تاني، استنونا ولسه مكمله معانا البرنسيسه. مكملة معانا القمر والنجمة مي عز الدين، وطبعا كلنا عندها على انستجرام، بتاكلي ايه يا مي؟ جبنة رومي بالقشطة. عاملة ايه يا مي؟ جبنة رومي بالقشطة. ايه الصور دي يا مي؟ دي صورة الجبنة رومي بالقشطة. فأنا عايزة أفهم بقى ايه الموضوع؟ تعالي بس دوقي. طب بعدك اقسم بالله يا شيماء لو كلمتيني في التليفون تقولي لي يا مي أنا بقيت باكله على طول. طب ده حلو يعني؟ يا نهار أسود. حلو ولا حادق؟ دوقي بس دوقي. حلو هو ولا حادق؟ طيب يعني والله يا جماعه مفوق. كان نفسي اقول اتفضلوا معانا بس يعني هم اتنين فانا هضربهم. اوف ما تهزريش. هو انا مش فاهمه بس حاسه. حسي. طب بما انك ماشيه بالاحساس فكله. مضي عينك وحسي. طب بذمتك طعمه حلو ولا وحش؟ حلو
حلو والنبي بجد عملت بيه مديتيشن. ايوه والله عجبني قوي. نخش في الموضوع بقى وبطل حش شويه. ماشي ماشي. دلوقتي هنلعب لعبه كلمه ونص. اسالك اسئله وتردي عليا بكلمه ونص على طول كده. ماشي كده على طول كده. اه صحي معايا اللون. اه ماشي. بس طب سيبي بقى السندوتش. طب وبعدين؟ طب انا معاكي معاكي. طب يلا قولي لي دلوقتي لما انت بتبصي في المرايه ايه اول حاجه بتقوليها لنفسك؟ عايز اعمل مناخير. انت لسه موضوع مناخيرك ده مقرفك. مش هسيبه. طب وانا اعمل ايه في مناخيري لما انت عايزه تعملي مناخيرك؟ كل واحد حر. لا سؤال بجد أمالي. يعني لما انت تعملي مناخيرك انا اعمل فيها ايه؟ مش اعمل لها اباده، ازاله، تجريف. ردي عليا. لا ردي عليا كده بالعقل والمنطق يا ستي. انت مش متضايقه؟ انا متضايقه. وايه اللي مضايقك؟ متضايقه مضايقاني انا. ليه دي قد كده؟ لا ايه ده مين اللي قد كده؟ والله العظيم دي قد كده صغننه خالص. لا 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 ما. طيب انت حره بقى. قولي بس مني بس اما اشوف هوصل ليه مع الست اللي في البيت دي وبعدين نشوف. لا والله يا طنط اوعي توافقيها. يا طنط يا شيخ اوعي توافقيها علشان مناخيرها حلوه. وانا كل وعلى فكره في واحده صاحبتنا راحت عملت مناخيرها وجات لها عقده في دماغها بقت موسوسه. بس تقعد تبص للمرايه تقول لا مناخيري وحشه مناخيري حلوه وجات لها فوبيا. فالحقي بنتي ما شاء الله وراحت هتروح منك مش هترجع تاني. اسمعي مني بس. طيب بعيدا عن مناخيرك الحلوه المنمنمه دي اللي انت في هوس مع نفسك لما بتشوفي تاني نفسك في المرايه وبتقولي لنفسك حاجه حلوه بتقولي ايه؟ ولا حاجه. ليه؟ حاجه واحده حلوه. لا بس بقول الحمد لله على انه الواحد عارف يعني يقدر ربنا مديله وش ينفع الناس تبقى متقبلاه وهو من غير مكياج. طب قولي لي ايه اكتر بقى حاجه ما بتحبهاش في شغلانتنا؟ حاجات كتير. يعني البريك. انا الحاجه الوحيده اللي بحبها في شغلانتنا التمثيل بس. بس طب والبريك؟ لا البريك ما شكلك انت يعني ما البريك ده بيضايق يعني. انا بيبقى نفسي اخد بريكين عشاني وعشان الواد اللي انا مبهدلاه بالمكياج برضه ما بيرضوش. يعني هي حلقه وصل كلها دايره في بعضها ومش عارفه اعمل فيها ايه. بصي يا شيماء بصي يا شيماء انا البريك اخر همي عشان انا اصلا ما بعرفش اكل. انا بقول لك مجنونه في التصوير يعني انا ما بعرفش اكل وانا بصور. ليه بقى؟ عندي حاله نفسيه كده ان انا لو كلت هتقل. يا سلام. طب ما لهضتي السندوتشات اهو انت. لا انا بتصوري. ما انا بصور شخصيه معنا. مش وانا قاعده بتكلم. لا بس برضك يعني انت مش مقدره التصوير بتاع برنامجي. وحياه امي هتقول يعني ما حسسها كده ان هو حاجه. والله العظيم ما هطولي. لا خلاص والله ما هسيبه. طب نص بس. لا طيب خلاص ماشي خلاص خلاص. فمش البريك. لا انا الحاجات اللي بتضايقني في شغلانتنا كل حاجه تانية. يعني انا ما بحبش اتصور كتير. وده سبب ان انا ماليش صور كتير. سيشنز تصوير كتير على الانترنت هتلاقي كل يعني سيشناتي قديمه قوي. عشان انا بالضربه اما بنزل اصور سيشن فوتوغرافي ما بحبش.